هل يؤذن الإنسان في بيته إذا وجد فيه جنا يؤذيه؟ جن يؤذيه. يقول هل يؤذن الإنسان إذا وجد في بيته جن يؤذيه؟ لا، هذا في الطريق، في البراري، البراري والطرق البرية. أما البيت يذكر الله ويقرأ القرآن وسيذهب عنه ما يخاف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو كتب الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم.